البداية كان الجابون، المنتخب موجود من البارح في العاصمة الجابونية ليبروفيل وين يواصل الاستعدادات المباراة المقبلة ضد زيمبابوي. على كل أكثر أخبار على منتخبنا الوطني ناخذها في المباشر مع مبعوث كنوز أفام الخاص للجابون رضا كرويدة. مرحبا بك من جديد رضا. أهلا بك سلام، أهلا بكل مستمعي كنوز أفام. بالفعل المنتخب التونسي يواصل الإقامة متاعه في مدينة ليبروفيل الجابونية وين باش يجري مباراة نهار الاثنين ضد منتخب زيمبابوي. منتخب ذايا معناها كما حكى عليه المدرب هنري كاسبرجاك، قال لك معناها تيم كيب سوليد وكل شيء، لكن الاولاد نتاعنا حسب ما شفناه والاجواء البارحه اللي شفناها في الطائره ان شاء الله المنتخب نتاعنا يفوز ويترشح ان شاء الله على التعادل يكفينا، لكن ان شاء الله الاولاد نتاعنا في فورمه خاصه بعد ما شفناه في مباراه ضد الجزائر. بالنسبه للمنتخب زيمبابوي او نشوفوا رامي زيدي شو يحكي على المباراه هذه. مباراة صعيبة لازم نحضروا لها، ما يلزمناش نتاعو في الفخ نتاع استسهال المنافس، منافس ما قلش أهمية من المنافسين اللي لعبنا لهم، إذا نعطوا كما العادة بيان كونسونتري ونلعبوا لعبنا إن شاء الله بقدر ربي فيكتوار. أكيد أكيد كان ذا رامي جريدي الناس كلها فرصة على تونسية، خلينا نقولوا ها وشمس الدين الزوادي إيش يحكي زاد على المباراة. كيبدا القلوب صافي والناس كل تحب بعضها، سي نورمال باش تبع ريزلتا. الحمد لله ما تشوف الامبيونس باهيه، الناس كل قراب لبعضنا، الناس كل تحب بعضها، فماش حتى مشكله صارت ما بيناتنا وان شاء الله ما تصيرش حتى مشكله. كتاب دا جروب سوليدير والناس كل قراب لبعضها، واللي طايح نزوه واللي ناقص شوي في الماتش ندزو معاه، هذيك قوتنا وان شاء الله نكملوا كي وان شاء الله نمشيو لبعيد في الكورن هذا. ان شاء الله مباراه باش تكون مسيريه، لازمنا ننتصروا باش نلعبوا على الانتصار، هي ده محل ماتش اللي عدينا ما مش نلعبوا على الانتصار ان شاء الله قدرت ربي ربي وفقنا وننتصر ونتأهلوا للدور الثاني اللي هو باش يكون اهم ان شاء الله. اكيد اسلام، بعد 3 ساعات تقريبا يعقد المدرب الوطني هنري كاسبرجاك ندوه صحفيه حول مباراه الجزائر والمنتخب، باش يدرب السبعه او ويكلو هنا في ليبروفيل، باش يحضر حتى واحد التركيز كلي على المباراه. ان شاء الله حظ كبير للمنتخب، ان شاء الله المنتخب قادر باش يمشي بعد ما خذا الريتم نتاعه والقار ريتم ان شاء الله باش يمشي كبير في الكاس هذه. واضح، شكرا ليك رضا كرويدة مبعوث كنوز افام الخاص للجابون.